الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، ثم نشكر دولتنا العزيزة على ما تقدمه للمسلمين من إنجازات طيبة صحية وعلاجات وفعل الأسباب الواقية بإذن الله، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التيسير وعلى هذه الإمكانيات التي مكننا الله بها من العمل لأسباب مريحة وأسباب مفيدة لحصول الصحة والعافية من الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه أسباب والعافية من الله سبحانه وتعالى، ينفع الله بهذه الأسباب. نرجوه أن ينفع بهذه الأسباب وأن يثيب حكومتنا الرشيدة على ما تبذله من هذه الأمور المفيدة للشعب والمفيدة للمحتاجين على الخصوص وللناس كافة، فهي جهود طيبة وجهود منظورة ومشكورة. نسأل الله أن يزيدهم من الإمكانيات وأن يزيدهم من التوفيق والإعانة، وأن ينفع بما يبذلونه من أسباب طيبة وخيرة. وكل ما في شك أن اتخاذ الأسباب مما أمر الله تعالى به، ولكن لا يتكلون على الأسباب وإنما يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية والإعانة، وأن يمد الجميع بإعانته وتوفيقه ومنه وكرمه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.